بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله آه بنبدا الان مع بعض دراسه آه احد برامج آه المحاكاه للعمليات الصناعيه وهو برنامج آه الفيتشر كام آه برامج آه المحاكاه او برنامج الفيتشر كام اللي هنتناوله ان شاء الله آه ليه بنتناول مثل هذا البرنامج آه في دراستنا العمليه للسي ان سي الحقيقة أن هذا أو مثل هذه البرامج بتنقل لي بنقول industrial real life to the screen بمعنى اني انا بستطيع من خلال برنامج المحاكاة ان انا اقوم بجميع محاكاة كاملة لجميع عمليات التشغيل المختلفة بدءا من اختياري للمادة الخام اللي انا هشتغل عليها كل العمليات اللي هتتم عليها بعمل لها سيميوليشن بعد ما بنتهي من العملية بكون عرفت ما هو عمليات التشغيل اللي هتتم عليها نمرة اثنين ما هو الزمن اللازم لكل عملية؟ نمرة ثلاثة الباور المستخدمة لكل عملية التول المستخدم أضف لذلك أنا بقول بعمل سيميوليشن ان سي machines فبيعطيني كمان هذا البرنامج جنريشن بيعمل جنريشن للكود بتاع عملية تشغيل CNC او سي كود بيعمل له عمليه جنريشن فاذا انا بستطيع قبل ان ادخل في عمليه الانتاج الفعليه اني انا احدد ما هو الزمن اللازم للتشغيل ما هو الباور المستخدمة لإنهاء مثل هذه الشغلة عندي كمان التكلفة الفعلية لهذا المنتج بحسبها من غير ما أبدأ عملية الإنتاج التولز المختلفة فأنا بعمل preparation قبل أني أنا أروح للحياة العملية فعلا أنا نقلتها أمامي في المنتج اللي قدامي والله بشوف هل هذا المنتج لو خدناها كمان من جانب اقتصاد هل هذا المنتج له جدوى اقتصاديه لما اقوم بتنفيذه على ساتش Machines اللي هي ال machines, ولا هذا المنتج يكون ارخص لو انتج على مكينة تقليديه ناهيك على ان انت بتحصل على الانسي سي كود الان سي كود اللي انا بحصل عليه من الممكن ان انا اعمل فيه موديفيكيشن نعم الاوبريشن ليست عمليات التشغيل المختلفة اللي أنا هعملها باخد منها ليست كاملة وبقدر أحفظها عندي أقدر أغير في عمليات التشغيل أقدر أغير في شكل المنتج أقدر أعمل أي موديفيكيشن نعم آه فبقدر أعمل سيميوليشن آه كامل وأشوف كمان شكل المنتج في التو 2 وفي الثري 3D وكل الإمكانات المتاحة اللي بتخليني أتمكن من أنا أخد آه آه تفاصيل كاملة عن المنتج وعندك لايبراري كاملة فيها ماتيريال مختلفة بتقدر تستعملها وفيها التولز المختلفة اليونتس كمان اللي انت عايز تستعملها موجودة اذا كنت عايز تشتغل بالانش او اذا كنت عايز تشتغل مترك فبتقدر عندك كل اليونتس المختلفة بتقدر تتعامل معها وتشتغل بيها بسهولة جدا البرنامج ب... في طريقة التعامل معاه ليه ستيبس معينة ان شاء الله هنبدأ زي ما احنا شايفين السكرين اللي قدامنا نبدأ فيها اول سكرين بتبقى مفتوحه قدامنا زي ما احنا شايفين بيقول لي ان انا عندي آآ آآ الشاشه اللي قدامي فيها what do you want to do ايه اللي انت عايز تعمله هل هتعمل نيو فايل اور اوبن ان اكزيستنج ولا انت هتفتح ملف موجود عندك في الـ 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 يعني انت عامله قبل كده وعايز تشتغل عليه او عايز تعمل عليه تعديل من المزايا برضو بتاعت هذه البرنامج احنا بس بندي انتروداكشن بس دلوقتي ان انا استطيع ان انا اعمل امبورت لاي فايل موجود على الـ الـ البرامج الاخرى زي الاوتوكاد وزي السوليد ووركس بنستطيع ان احنا نجيب الفايل عندنا في الفيتشر كام ونقدر زي ما هنشوف الاوتوماتيك فيتشر ريكوجنيشن بيمكنني من اني انا اقدر اعمل الفيتشرز المختلفه وعلى سبيل المثال انا عامل هول في شغلانه فبقدر اعرف ان ده هيبقى في هذا المكان هول اند سو so يبقى اذا البرنامج بي زي ما انا قلت بيخلي لي بينقل لي الاندستريال لايف تو ذا سكرين front of me فبقدر أحدد إيه uh, what I can do and what I want to do for such products. Uh, لو جينا زي ما إحنا شايفين السكرين اللي قدامنا أول حاجة لو بدأنا بال new file uh, هقوله uh, نشوف الشاشة اللي بعد كده هنجد إن إحنا عندنا في uh, uh, what kind of parts would you like to make التشغيل احنا زي ما اتكلمنا في السي ان الجزء الثيوريتيكال قلنا ان في عندنا سي ان Center وفي عندنا CNC ان Center نفس الكلام هنا فبيقول لي في عندي الترميل وفي عندي الميلنج احنا طبعا البرنامج بيتناول الحياه الصناعيه معظم الامور اللي بتعملها في التصنيع زي هنلاقي عندنا ايه التسرنميل ميل وعندنا الميلنج ستاب والواير اي دي ام ستاب والمالتيبل فيكتشر والتومبستون فيكتشر والسموليشن ماشين ديزاين احنا ان شاء الله هنتناول ان ديتيلز اللي هو ايه سي ان سي ماشينز اللي هم التيرنينج والميلنج يبقى يعني هنشتغل في التيرن والميلنج السنترز اللي موجودين عندنا تعال هنا هيقول لي اليونس اوف ميجر عندي اليونس ممكن تبقى بالانش ومن الممكن ان هي تكون بالمليمتر فتعال نبدا ونقول ايه ان احنا عندنا شغلانه هنبداها على الميلنج وهنختار الدايمنشنز بتاعتنا بالانش نقول انهاء عشان انقل الى الشاشه الرئيسيه بتاعه البرنامج بنجد امامنا ان الشاشه الرئيسيه فتحت مباشره جابت لي السكرين اللي قدامي فيها الدايمنشن الخارجيه بتاعه الماتيريال اللي انا بشاور لك عليها بالماوس اهي ومديني الاكسيز اللي انا هشتغل عليها الاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس اللي هو عمودي على مستوى الشاشه وهاجد على ايدي اليمين اللي موجود قدامي الدايمنشنز بيقول لي ان انت هتشتغل على ايه على بلوك ولا راوند اه يعني انا اقدر اغير من هنا طبعا اقدر اغير حتى لو انا اه عايز ايه اشتغل على التيرنج مشين اه وبعدين ايه او ان سايد هيبقى بهذا ايه الشكل طب احنا هنا هنشتغل على اللي هو البلوك اللي قدامنا دايما البرنامج بيحفظ يا شباب اخر dimensions انا كنت شغال فيه هو باي ديفولت بيدّي الويث ب4 واللينث ب5 طبعا الابعاد دي بالانش والثيكنس ب1 ملم يبقى ايفن دي السكرين الاولانيه ده اللي بنسميه ايه اللي قدامي دي ده الدايمنشن اللي انا بقدر اجيبها منين طب انا هعمل الغاء لهذا الامر واقفله كده اهو فاجي اقدر اجيب ايه ده الستوك اللي هي ايه الماتيريال اللي انا هبدا عمليه تشغيل عليه مشان قلت لك وين ال الاندستريال ريل لايف بكده ان شاء الله نكون نهينا هذا المقطع باذن الله هنكمل في المقطع القادم